السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن فلتر ويل. هذا فلتر ويل صار اليوم وراح نبطله ونشوف شلون تركيبه وشلون نركب الفلاتر داخله. وهذا من سبع هذا شيء سبع فلاتر داخله قياس 36 ملي. راح نركب الفلاتر اللي هم الجوية يعني نوريكم الفلاتر الرامدة. هذه فلاتر ال RGB 4 و هذه فلاتر ناروبان وصلوا ثلاث فلاتر. هذه اللي سبعة راح يركبون داخل هذا الفلتر. خلونا نبدي هذا هو الفلتر. هذا هو الفلتر ويل. هذا يشيل سبع فلاتر. هذا هو الآن نفكها ونشوف. طبعا يجي مع هذا الواحد ربع الأدابتر ويجي مع طفل ويجي مع الكابل كابل USB وهذا الأدابتر ويجي مع هذا الشيء ضروري هذا اللي هي الحلقات اللي تمسك الفلاتر. هذه حلقات تمسك الفلاتر لما نركبها. فخلونا نبدي. الآن هذا هو الفلتر. يعني هذا الفلتر من الداخل يكون بهذه الطريقة. هو هذا يشيل سبع فلاتر. لاحظينا سبع فلاتر. هذا رقم سبعة ستة خمسة ولا آخرين. سبع فلاتر. هذا الحجم 36 ملي. هذا حجمه الفلاتر 36 ملي. فأنا راح أبدي أركب الفلاتر. هذا فلتر. أول شيء راح أركب الـ H-Alpha. طبعا فلاتر الـ 36 يجون من غير حلقة، يعني تجي بس مجرد الفلتر نفسه، يعني العدسة فقط، ما يجي حول أو البرواز أو الإطار اللي فيه اللي يركب هنا بالسن. هذا الآن فلتر الـ H-Alpha 36. هذا هو عبارة عن طبعا هذا يختلف عن الفلاتر الـ 2 إنش. أنا أوريكم فلتر 2 إنش حتى تعرفون الفرق بين هذا وبين هذا. فلتر 2 انش والواحد وربع يجي حواليه اطار يعني من الالمنيوم وانت تركبه يعني تفره فر. هذا لا، هذا مجرد عدسه مثل ما انت شايفين. هذه العدسه طبعا الجهه هذه اللماعه باتجاه التلسكوب، وهذه الجهه الثانيه الحمراء باتجاه الكاميرا. طبعا
طبعا هذا الفلتر مثل هذا الاتش الفا تلاحظون ماله اطار، يعني ما اقدر اركبه فر، يعني لانه يجي بس عدسه خاليه، بس مجرد عدسه. ف طريقه تركيبه هذا شلون؟ هذا طريقه تركيبه، ان هذا الجزء اللي تلاقونه يلمع هذا باتجاه التلسكوب، وهذا الاحمر باتجاه الكاميرا. يعني اذا ركبته بالعكس ما تقدر تصور خلاص. فاتجاه الكاميرا تركب من هنا من الخلف، التلسكوب يركب بالجهه الثانيه. فاحنا راح نخلي هذا بهذه الطريقه هنا. هذه الطريقه. وفي هنا تيجي حلقات، هذه حلقات حتى تمسك الفلتر لا يتحرك. ولها براغي، نشوفها الحلقات لها براغي لازم ارتبهم. طبعا البراغي صغار جدا ناعمين على الاخر، يحتاجون الى هذه الفرضي ناعم، في هذا ممتاز. انا بركبه رقم واحد الاتش الفا، هذا الاتش الفا. الان نركب الثاني. خلصنا منها. الثاني راح يكون الكبريت اللي هو الاستو، هذا هو الثاني. الان هذا الفلتر الاستو، هذا نفس الفلتر الاتش الفا، جهه مثل المرايه والجهه الثانيه حمراء. راح نخلي الجهه الحمراء للاسفل مثل ما شايفين، ونركب الاطار هذا البرواز. لغاية ما تنتهي من البقية هذه، خلصهم. يعني هنا راح اركب الاكسجين 3، بعدين راح اركب ال ار جي بي، راح اركب ال ار جي بي بالطريقة هذه. المهم يعني انت ممكن تكتب، لان هذا الفلتر ما تقدر تكتب عليه اسمه، وممكن تلخبط بين هذا وهذا. فالافضل انه تكتب هنا رقم واحد اتش الفا، وهني اس 2، وهني او 3، لانه راح تلخبط بينهم، خاصه بين الفلترين لانهم يشبهون بعض. وهذا عيب الفلاتر هذه 36. يعني لو انا اوريكم فلتر ثاني مثلا، هذا فلتر 2 انش انا توني شاريه بعد. هذا فلتر S2، تلاحظون لا اطار برواز ومكتوب اسمه عليه، هذا اسمه مكتوب لا برواز. فانت من البرواز تعرف ان هذا جهه الكاميرا وهذا جهه التلسكوب. اما في هذه الفلاتر لا، ثاني شيء انه مو مكتوب عليهم اسمائهم، مكتوب فقط على العلبه مالتهم، ما فيهم اطار مثلا يكتب عليه. فالافضل انك تكتب اسمائهم هني حتى تعرف، يعني او انك تسجل بورقه ان رقم واحد اتش الفا، رقم اثنين اس 2، رقم ثلاثه راح تركب الاكسجين 3. هذا الان رقم
ثلاثة راح أركبه اللي هو الاس 3. لا هذا قصدي الاو 3. هذا الاوتي نلاحظ انه صاير مثل المرايه بالصوبين، فهذا صعب انك تعرف اي اتجاه التلسكوب واي اتجاه، هذا يعني صعب جدا انك تعرفه كذا حطيته على اللمبه او شيء. فانت عشان تعرف اي اتجاه الفلتر اتجاهه الصحيح تاخذ تشوف هنا اذا الصوره صافيه معناته هذا اتجاه التلسكوب مثل هذا، هذا الصورة صافية اتجاه التلسكوب. إذا قربت الفلتر حطيت هذا راح تشوف أن المفك هذا مو صافي، يعطي مثل لونين أو شيء، فهذا اتجاه الكاميرا، فهذا اتجاه التلسكوب راح يكون في الطريقة. شغلته هذا الفلتر مشكلته شغلته معقدة شوي، أنا أفضل واحد يشتري 2 إنش ويرتاح، يشتري 2 إنش أو 1.25، 2 إنش يعني خلاص هو في إطار في برواز مكتوب عليه، ما عندك هاللخبطة هذه، ما عندك ما تصير معك. تركيب الفلتر هذا الثلاثة هذه 36 جدا مزعجة، أنا والله أفضل دائما إن الواحد يشتري 2 إنش، يشتري فلتر ويل 2 إنش ويريح راسه. لكن أنا شريته هذا على أساس إنه بستعمل كاميرا غير الكاميرات اللي أنا عندي، بشتري واحدة فريمها صغير يعني السنسر مالها أصغر شوي، فأحتاج إلى هذا القياس يعني. الآن احنا ركبنا ثلاثة ربنا رباني الثلاثة اللي هو الاتش الفا او 3 والاس 2. الآن باقي الفلاتر الار جي بي، هذه نفس الشيء فلاتر الار جي بي تي 4 وراح نركبها نفس الطريقة وبعدين ارجع لها. هذه فلاتر ال ار جي بي تشوفونها الرابع طبعا هذا المايك. فخلنا نبدي الفلتر الاول، طبعا هذا الفلتر مشكلته انه شفاف يعني هذا اللومينس ال شفاف جدا، فصعب الحين تعرف اي اتجاه راح يركب، اتجاه هني ولا تقلبه، وهذه مشكلة الفلاتر هذه. تلاحظه هو من الجهتين مشفاف على الاخر، شفاف على الاخر من جهتين، ما تعرف اي اتجاه، ثاني شيء ما تقدر يعني حتى بالموبايل ما تقدر تشوفه. فاحنا نجرب يعني نشوفه. الحين هذا الار، نركب الار، تعرفون هذا الار الاحمر لكن هو كانه ازرق
بس هو هذا الفلتر الار اللي هو الاحمر يعطي لون احمر خفيف يعني. يعني هذا اتجاهه شيء شيء والله ماني عارف. ما تعرف المشكلة صعب يوم انا رايح احطها كذي جريت من تركيب البلازر ما انت شايفين هاي مشكلة تركيب صراحة مشكلة كبيرة يعني متعبة جدا يعني واحد افضل شيء يشتغل فلاتر 2 انش وريح راسه. هذا مشكلته بشنو؟ ما تعرف الاتجاه الفلتر ممكن تركبه بالغلط. يعني ال ار جي بي صعب انك انت تعرف هل اتجاه ولا اتجاه. صعبين جدا يعني ما ممكن تميز بينهم. الفلاتر النارو باند الاتش الفا والاس 2 والاو 3 سهل انك تعرف عليهم. لكن الباجي خاصه اللومنس هذا ما ممكن انت تعرف ان هذا هل اتجاه او هل اتجاه. الحل الوحيد اللي بتصور الحين هلا بتصور صورة يعني باتجاه المجرة حتى يعني تاخذ اكبر عدد من النجوم وتشوف يعني تاخذ صورة من كل فلتر وتشوف النجوم هل النجوم حواليها حلقات من الاضاءة يعني تصير عليها هالة حلقات دائرية حوالي النجم اذا شفت الحلقات هذه معناته ان الفلتر مقلوب. ولكن اذا النجم صافي وما في اي حلقات حواليه معناته انه سليم اذا مركبه انا قريب بسيط. انا يعني اجتهدت حتى اعرف الاتجاه الصحيح منهم واعتقد اني مركبهم صح لكن راح اجرب اكثر اثناء التصوير. اثناء التصوير راح يبين معي اكثر هل الفلتر هذا راكب صح ولا بالمقلوب. هذه شغله. شغله ثانيه يعني تنظيفه صعب هذا على اساس تنظفه طبعا لازم تفك الحل البرغي هذا وتطلع الويل هذا كامل تطلعه لبرا وتنظف الجهه الثانيه يعني هالجهه ممكن تنظفها بس الجهه الثانيه ما ممكن الا تجيب فلتر من هالمكان وتنظفه يعني واحد ورا واحد او انك تفك البرغي هذا وتطلع الجهاز كله هذا كامل وتنظف الجهه الثانيه وتركبه. يعني هذه من مساوئ ال 36 ملي يعني 31 و36 نفس الشيء من غير الفلتر يجي بس مجرد عدسه من غير الاطار حوله. اما الواحد وربع واثنين انش لا يجي حوله اطار ومكتوب كل فلتر اسمه وكل بياناته مكتوب عليه فسهل تتعرف عليهم وسهل تركبهم وتفكهم وتنفكهم الى اخره. ما تحتاج انه يعني تقلبهم ولا تشيك فيهم لانه خلاص انه في سن مجرد انك تركب السن وانتهينا خلاص. فهذه جدا متعب صراحه هذا الفلاتر وانا ما توقعت انه يعني الفلتر هذا متعب لهالدرجه هذه. ولكن الان هذا جاهز مجرد اني راح اركب له الكاميرا واركب الجهه هاي راح تركب الكاميرا والجهه هاي راح يركب التلسكوب طبعا بعد ما اسكره راح لازم اسكره وبعدها راح اركب على التلسكوب واجربه. شاكر لكم. السلام عليكم.